اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده هنعمل كسكسي بكبد الفراخ والقلوب، وهنعمل كمان الحاجه الحلوه النهارده تيراميسو، بس على طريقتي انا، مش اللي احنا متعودين عليها بالبري. هنبتدي بالحلو عشان لسه هندخله الثلاجه عشان يلحق يبرد، وبعد كده هنعمل الكسكسي. هنحتاج بقى ايه؟ هنحتاج فيلنج بري، اللي هو اللي احنا بنحشي بيه الترط. انا ساعات كتير بستخدم الفراوله، النهارده عملناها بري زي ما انتم شايفين كده، ولوز وبودره كريم شانتي وقشطه واي نوع جبنه اللي هي بيبقى فيها قشطه، المكعبات او اللي احنا بنستخدمها للتشيز كيك، حليب مكثف محلى، كريمه حلويات، وده جيلي الباري انا حطاه في ميه دافيه عشان يدوب، وده الكيك الليدي فينجر او ممكن يبقى اسمه بسكويت السافوايار. هنحط كده ده كده في بوله اكبر شويه عشان بس ايه اعرف استخدمه، ودي ميه بارده. وصفة الحلويات دي جميلة جدا وهتعجبكم قوي كمان. نعمل ايه بقى؟ اول حاجة هنعملها ان احنا هنحط المقادير دي مع بعض. هنحط اول حاجة الحليب المكثف المحلى، وبتتاكل ساقعة، مش يعني ما ينفعش تعمل وتتاكل، لا هي بتتاكل ساقعة، بتبقى احلى لما بتبقى ساقعة، وكل ما تبات كل ما تدي طعم احلى. وده القشطة، المقادير بالظبط هتطلع على الشاشة، علبة قشطة مع علبة حليب مكثف محلى، دي كريمة او بودرة الكريم شانتي، والجبنة، والكريمة بقى هنحط شوية بشوية، ولو حسينا ان هي محتاجة هنزود عشان بس انا مش عايزاها سايلة قوي. زي ما انتم شايفين حطيت معلقتين كده عشان يطعموا بنفس الطعم، وابتدي بقى اشوف هعمل ايه. هجيب اي حاجه بس تبقى شفافه نحط فيها، انا جبت الكاسه دي اقدم فيها، شيل كده عشان تعرفوا تتفرجوا، هحط كده وما نغطسهوش قوي عشان ما يدوبش مننا، لان هو يعني هش جدا هيبقى عامل زي العجينة، احنا عايزينه كده يبقى مقرمش شوية. وزي ما قلتلكوا دي كل ما نعملها بدري ونسيبها من 6 ساعات ل 12 ساعة كل ما تدينا طعم احلى بكتير. بس ابتدي بقى اجيب اللي انا عملته في الخلاط ده، واحط بشويش جدا، شايفين اصلا سمكه عامل ازاي، وهجيب الفيلنج ده
بس زي ما هي كده بقى هدخلها التلاجة. نطلع فاصل تكون جمدت شوية ونرجع نعمل الكسكسي بكبد الفراخ. خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل، انا حطيتها في الفريزر عشان تلحق تجمد. تعالوا نشوف دلوقتي هنعمل ايه. هنعمل كسكسي بكبد الفراخ والقلوب، وهيبقى معانا لوز وزبيب وثوم مفروم وبصل وسمنه بلدي ومرقه. اول حاجه هعملها ان انا هحط معلقه سمنه مع معلقه زيت وهسيب كده السمنه والزيت يسخنوا مع بعض، وهحط هنا معلقه سمنه بس صغنططه شويه، ومعاها معلقه زيت كبيره عشان هشوح هنا اللوز والزبيب. بس اقلبها كده واستناها لحد ما تسخن، واحط لها فلفل اسود وثوم مفروم هنا. بقى هحط اللوز احط اللوز كده واسيبه لحد ما يتشوح ويبقى لونه ذهبي. احط بقى القلوب. طبعا انا حطيت القلوب الاول عشان بتاخد مده في السوى عن الكبد، واول ما لونها يتغير ابتدي احط كبد الفراخ على طول. بس ابتدي بقى احط الكبد. بس وراها الثوم على طول عشان بيديها نكهة حلوة جدا. بس واتبلها بالفلفل الاسود وشوية ملح كده صغنطتين. بس واقلبها بقى واسيبها لحد ما لونها يتغير، اقوم حاطه معاها البصل. اسيبها كده شويه نشوف هنا دي بقى اخبارها ايه. يعني قدامه كده حبه صغنطتين. يسيب كده اللوز يتحمر شويه، ابتدي بقى احط البصل. نحط بصلتين كبار متقطعين، واحنا بنقلب نقلب خفيف قوي لان الكبده بيبقى لحمها طري جدا جدا. هو اصلا مش لحم، دي كلها شعيرات دمويه فبتبقى يعني ما بتستحملش، فنقلبها بالراحه قوي. يعني انا عايزه لونه اول الذهبي كده، مش عايزه احمره قوي. خلاص يعني هو فاضل له حاجات بسيطه، هبتدي بقى احط عليه الزبيب، والزبيب اصلا ما بياخدش مده خالص. يستحسن لما نجيب الزبيب ننقعه في ميه عشان بينفش كده، بيدي شكل احلى بكتير من لو احنا حطيناه كده زي ما هو. نحط بقى معلقة سمنة كبيرة
هنحط كده الكسكسي ونقلب لحد ما احس ان هو اتشرب كله بالسمنه. ابتدي بقى احط المرقه بس كده، اول ما المرقه دي يشربها خلاص كده خلاص يبقى هو استوى. شايفين هو كده خلاص استوى؟ شايفين بقى عامل ازاي؟ نقلب كده خلاص كده الكسكسي استوى، وكمان الكبد والقلوب خلاص كده تمام. شايفين اللون نزلت صوص البصل كمان، نزل صوص طعمه وريحته حلوين جدا. نبتدي بقى نشوف هنقدمهم ازاي. نجيب كده طبق التقديم بتاع اتفضلوا عندنا، ونبتدي نحط كده الكسكسي. عايزه اقول لكم ريحته حلوه جدا، واوعوا ما تعملوهوش بالسمنه البلدي، لو عملتوه بالزيت مش هيطلع حلو. انا بقول لكم اهو من دلوقتي عشان ما تقولوش عملناه بالزيت وبالزبده برده مش هيطلع حلو زي السمنه. هنحط كده في النص بقى بالبصل بالثوم بالصوص بكل حاجه. ممكن تعملوها كبد وقلوب وفلفل اخضر لو حاسين ان انتوا عايزين تزودوا شويه خضار. شويه الصوص ده ما ينفعش يتساب كده. بس نحط بقى المكسرات، نحط كده في النص، وكده يبقى خلصنا النهارده الطبق بتاعنا كسكسي بالكبد والقلوب والمكسرات. هنقدم دلوقتي التيراميسو اللي بالباري ونشوف هنقدمها ازاي. دي بعد لما طلعت من الثلاجه وطبعا زي ما قلت لكم كل ما بتبات اكتر كل ما بتدينا نتيجه احلى بكتير. يعني دي لسه قدامها شويه، ممكن نخلصها كده ونكمل نحطها تاني في التلاجة. نحط بقى كده اللوز حواليها. وكده يبقى خلصنا النهارده كمان الترمسو اللي بالباري وعملنا الكسكسي اللي بالكبد والمكسرات. يا رب تكون الوصفات عجبتكم، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي.